اصنع ما شئت، لكن لن أنساه، لن أنساه، وسأظل أفضله، وسأظل أرى بأنه الأمتع والأفضل، وسأظل أحبه ولا أقارنه بأحد. عالمية منك يا فيتوري، الله يبارك. للمعداني في البعيدة، ها فوزي جميلة عيني يا فوزي جميلة. قد المدرب المساعد ونجم الأهلي الكبير ونسخير محمد المجدوب اللي يتحصل على فرصة ثمينة ويتوغل بكرة داخل منطقة 18 ياردة. هذا البرنامج برعاية غافينول، the lifeblood of your car. Quality made in Germany. Try it and see. غافينول، the lifeblood of your car. فريق القرضبية بسبها يعد من الأندية الرياضية العريقة على صعيد الرياضة الليبية، والذي يعود تاريخ تأسيسه وإشهاره إلى عام 1958 تحت اسم النادي الأهلي بسبها. وبعد صدور إعادة إشهار الأندية الرياضية عام 1973، فأصبح النادي يحمل اسم القرضبية. غير أن ظهور الفريق الأول لكرة القدم إلى مسرح دور الأضواء بدأ مبكرا، حين ظهر كممثل لكرة القدم بالجنوب وبطلا لها، وشارك في نهائيات بطولة النسخة الرابعة لبطولة الدوري الليبي موسم 66-67 برفقة بطل المحافظات الغربية الاتحاد وبطل المحافظات الشرقية التحدي، ثم عاد ليواصل حضوره للموسم الثاني على التوالي تحت اسم فريق أهلي سبها، حيث شارك في دوري المملكة وهو أول دوري يقام على مستوى ليبيا في الموسم الرياضي 68-69، غير أنه جاء في المرتبة الأخيرة على لائحة الترتيب، ثم عاد في منتصف السبعينيات عبر بوابة ونافذة الدوري الليبي لكرة القدم، عندما كانت أدواره النهائية ونهائياته تقام بنظام المناطق، بحيث يلتقي أبطال المناطق الثلاث في دورة ثلاثية لتحديد هوية بطل الموسم. وشهد موسم 75-76 و900 ظهور وبروز لافتة للقرضبية، عندما جمعته دورة ثلاثية بفريقي الأهلي بني غازي والمدينة، واعتقد الجميع منذ الوهلة الأولى أن القرضبية سيكون لقبة سائغة وصيدا سهلا في متناول منافسيه، غير أن الفريق القادم من الجنوب الحبيب كان هو كلمة السر، واستطاع أن يخالف كل التوقعات ويقلب الموازين ويكون ندا وصنوانا لفريقي المدينة والأهلي بني غازي، فتمكن من فرض التعادل بهدفين لهدفين على منافسه وحامل اللقب فريق المدينة، ثم نجح في فرض نتيجة التعادل بهدف لهدف على فريق الأهلي بني غازي ليتوج المدينة بطلا للموسم الرياضي 75-76 و900. في ختام الدورة الثلاثية بعد خوضه حوارا نهائي مثير جمعه بفريق الأهلي بني غازي بملعب طرابلس الدولي بهدفين لهدف، وقاد فريق القرضبية في ذلك الموسم المدرب الوطني ولاعبه السابق محمد علي الميار. وفي الموسم الرياضي الذي يليه مباشرة وهو الموسم 76-77 نجح فريق القرضبية وللمرة الثانية على التوالي وبقيادة مدربه وعدائه الدولي السابق محمد موسى في تحديد هوية بطل الموسم في الدورة الثلاثية، عندما نجح في فرض نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف على فريق الاتحاد ليفسح المجال والطريق أمام فهود التحدي ليتوج باللقب مستحق. وفي موسم 77-78 و900 تأهل القرضبية للموسم الثالث على التوالي للدورة الثلاثية لتحديد حامل اللقب بقيادة مدربه التونسي محمد عيسى بن جبرية، والتي جمعت الأهلي طرابلس والنصر، وتمكن القرضبية للموسم الثالث على التوالي من لعب دور رئيسي وكبير في تحديد وجهة البطولة وتغيير مسارها، عندما فرض التعادل الإيجابي بهدف
لهدف على منافسه فريق النصر، ليكون فريق الأهلي طرابلس هو المستفيد الأكبر من هذا التعثر ليتوج بلقب الموسم. وهكذا نجح فريق الجرذبية في 3 مواسم متتالية في تحديد هوية بطل الدوري الليبي لكرة القدم دون أن يحقق أي فوز بتعادل أمام فرق المدينة والأهلي بنغازي والاتحاد والنصر، حيث كان لنتائج تعادلاته دوراً في حسم البطولات 3 للمدينة ثم التحدي ثم الأهلي طرابلس. وقد تميز فريق الجرذبية خلال مشاركاته في تلك المرحلة بارتفاع معدل اللياقة البدنية والاستعداد البدني الكبير الذي كان يميز لاعبيه وجعلهم يصنعون الفارق ويقارعون فرقا تفوقهم خبرة وتجربة في الملاعب الكروية. ومن المفارقات أن أغلب لاعبي الفريق بل وأكثر من نصف الفريق هم عدائين متميزين وأبطال في مجال ألعاب القوى، حيث كانوا يجمعون بين ممارسة ألعاب القوى وكذلك كانوا ضمن التشكيلة الأساسية لفريق كرة القدم. ومن هؤلاء العداء الدولي عثمان الصبا، عداء الوثب العالي والعداء الدولي في سباق 100 متر، ورمضان ناسامو بطل الوثب الطويل والثلاثي، ومحمد عبد الله سالم وسليمان عيسى وبطل الوثب العالي، عبد الكريم مسعود وجمال يوسف حطية، إلى جانب باقي لاعبيه المميزين من أبناء سبها فرج مفتاح عمران وعبد السلام الطاهر ويوسف مجيد. وكان لتواجد هذه الكوكبة من الأبطال بالفريق الأول لكرة القدم سر من أسرار نجاح الفريق وتفوقه البدني الواضح على منافسيه. وبعد تلك الفترة الزاهية والذهبية من مسيرته الرياضية توارى الفريق عن الأنظار طويلاً وعاد إلى الواجهة وإلى دوري الكرة الممتاز مع مطلع التسعينيات في الموسم الرياضي 90-91-900 بعد غياب دام قرابة 13 عاماً بقيادة مدربه الوطني أحمد مسلم، وبعد خوضه مباراة فاصلة فاز فيها على فريق الشرارة بملعب بنغازي بهدف لصفر أحرزه اللاعب حمودة محمد، غير أن إقامته في دور النخبة لم تدم طويلا حيث تواجد لموسم واحد فقط، ثم سجل عودة مرة أخرى في ملاعب دور الأضواء خلال مرحلة التسعينيات، وتواجد في 3 مواسم متتالية حيث كان آخرها عام 1996 97. وشهد الموسم الرياضي 2017-2018 آخر ظهور وتواجد للفريق في ملاعب الدوري الليبي الممتاز للمرة 11 في تاريخه، محاولا التغلب على الصعاب ونفض غبار الزمن واستعادة تلك الأيام والمواسم، معتمدا على جيل جديد شاب يتقد حماسا وحيوية حاول أن يخطو ويسير على نفس الخطى ليقتفي أثر الجيل الذي سبقه، متطلعا لإعادة واستعادة تلك الأيام الزاهية. هذا البرنامج برعاية غافينول، the lifeblood of your car. Quality made in Germany. Try it and see. غافينول، the lifeblood of your car.